الحمد لله، أخيرا عشت الراحة النفسية اللي كنت كنتمنى ملي كنت عايش في المغرب. ما كاينش مشاكل، مرتاح دايا مرتي بها خير، وحتى الشخصية اللي كنت كنلعبها هنايا والماتني وعجبني الحال، كل شي محتارمني هنايا، كان بين درويش وداخل سوق راسي. هادشي كامل كان في الصالح ديالي باش قاع ما نجبد عليا المشاكل. المذكرة البحث الدولية مازال يعني مازال كيقلبوا عليا من زهر الخيبة. سكننا في هاد الكارتي هذا اللي فيه واحد المافيا وفيها غير المكاريب، ولكن الحدود ساعة تا واحد عمرو أهداني. ولكن ديما كنقول لا، بهينا شي نهار غادي نروونا هنايا. الكابيني ديال انا جا حدا واحد المافيا، وفين ما كنمشي عندها كنتلاقى بيهم كيدورو تما. معرفتش، ولكن عندي احساس باللي هاد خوتنا هادو كيعرفوني وعارفين شكون انايا. ما بغيتش نقول الان باش قامت تبرزت كاع في خدمتها، ولكن انا داير الاحتياط ديالي. دوزنا مده طويله هنايا تقريبا شي 4 شهور، والحمد لله كل شيء مزيان. انا قالت لي توحشت العائله ديالي وغادي نمشي لاسبانيا باش نشوفه، وانا خساره ما غاديش نقدر نمشي معاه. عاونت انا ان جمع حوايجها ملي كانت غاده، انقاتني بزاف وبقات كتوصي فيه، ما نجبدش المشاكل. قلت لها غير كوني هانيه، راك شفتي بعينيك 4 شهور وما وقع والو، دونك كلشي مزيان، وراه الناس نساو شي حاجه سميتها السفاح. مشات انا وما كانش كنظن نهائيا باللي هذه الاخر مره غادي نشوفها فيها. مشات انا وخلات في حياتي فراغ كبير بزاف، وهادشي خلاني نعيش حزن كبير. تفكرت في والديا، توحشتهم بزاف. عرفت ديك اللحظه بلي الحياه بلا والدين وبلا ناس اللي كنبغيو ما كتسوى والو. دوس ايام غير بوحدي. المشاكل في ايطاليا كترات بزاف بسبب المافيات، وهذا مشكل في اوروبا كلها. ما بقاوش المافيات بحال اللي كنا كنشوفو في التلفازه غير عصابات وعندهم رئيس، لا، المافيات ولاو شخصيات مهمه في الدوله، ولاو دايرين بحال شركه وعندها فروع بزاف. كنت كندوز هاد الايام نورمال وكنستنى غير امتى ترجع انا، حيت الحياه بلا بيها والو. وانا مع قله ما يدار كنت كنحس بالملل. انا ديجا حسيت بهذا الشيء، هذا داكشي علاش اتفقنا بلي هاد العام هذا غادي يكون هو الاخر لينا هنايا في ايطاليا، وديك الساعه نمشيو لشي دوله اخرى ما يكونوش فيها الناس ونمارسو الحياه ديالنا عادي بشكل طبيعي. مؤخرا خرجت اشاعه بلي شي منظمه عالميه دخلت على خط المافيات، والمجرمين اللي واخا كاين عليهم مذكره بحث ما قدروش يشدوهم. هاد المنظمه الامريكيه العالميه اللي كتشتغل بمباركه جميع الدول. هادشي نورمال، هاد جميع الدول اللي فيها المافيات ما كيقدروا يديروا والو، واخا كيديروا حملات ولكن كيقدروا يشدوا غير الحراس، والحراس اللي اعترف غادي يموت دونك بلا فائده. هادشي الصراحه خلاني نجمع رجليا شويه وما نوقعش غادي جاي، حيت كل نهار كنسمعوا تشد واحد من الرؤساء ديال المافيا. ما عرفش كيفاش، ولكن هاد المنظمه متمكنه مزيان، حيت هادي اول مره في تاريخ المافيات على حسب ما كنقرا في الفيسبوك غادي يتمكنوا من اخطر العناصر بكل سهوله. اللي خلاني نقول هكا هو رياض المغربي المعروف هنا في ايطاليا، حتى هو شدوه. من بعد هادشي ما بقيتش كنخرج نهائيا، حتى نهار سمعت الدقان في الباب وقفت وانا مستغرب كنقول اوه شكون، حتى واحد ما موال في جهه عندنا. من اللي حليت لقيته واحد خونا لابس كوستيوم، قال لي فهد السفاح ممكن ندوي معاك؟ بقيت مصدوم انا، وقلت ليه مرحبا. دخلنا وجلسنا، قال لي بلا شك كتقول مع راسك فاش بغاني تخونا هذا. قال لي كنظن بلي وصلاتك الخبار. قلت ليه اش من خبار؟ قال لي صافي نهايه شي حاجه سميتها المافيات والاجرام في اوروبا.
سنوات كثيرة وهاد المنظمة الأمريكية كتشتغل على هاد المشروع هذا، ومؤخرا خدات الموافقة من جميع الدول الأوروبية باش يباشروا العمل ديالهم. الفكرة هي أنه أي واحد ارتكب جرائم ومازال حر غادي يتعاقب باش يكون عبرة لواحد آخر. هادشي ما غاديش يحيد المافيات بالليل ونهار، ولكن غادي يدير حد لسلسلة الإجرام. أغلب المجرمين تم القبض عليهم بطريقة احترافية، قرطاسة واحدة ما خرجات. اللي بغيت نوصل لك السي فهد، وحنا من نهار حطيت رجليك هنا في إيطاليا عرفناك. عجبنا الحال الصراحة أنك بعدتي عن المشاكل، ولكن للأسف مازال في حقك مذكرة بحث، وراك ارتكبتي مجازر في حق ناس أبرياء وخا يكونوا مجرمين. أنت ما عندك السلطة، كان بإمكان المنظمة تشدك كيف ما شدات الآخرين، ولكن بعتوني ليك باش ندوي معك حبيا وتمشي معايا، حيت عارف الخطورة ديالك وما بغاوش توقع شي كارثة. قلت لي ولا ما بغيتش؟ قال لي بز منك. قلت لي كيفاش بز مني؟ قال لي يا غتمشي معانا يا إما غادي تنسى شي حاجة سميتها أهنا. غير قال سميتها على فمون نشنق عليه، قراطيت وجبت السلاح حطيتو لي فوق راسو. قال لي راه أنا شادينها دابا، وانا شنو ذنبي؟ باغي غير نوصل ليك الميساج. قلت لي حتى انا دابا غادي نوصل الميساج وانا نفرق عليه راسو. ديك اللحظه دخلوا عليا البوليس وطوقوا المنزل كامل وبداو كيتيريو بالقرطاس. ناضت الروينه وما كيتيريو، وانا كنشوف الحياه بسلو موشن، كنشوف المنزل اللي عشت فيه انا وانا مرتاحين وفرحانين كله كيتقب بالقرطاس. دخلت الكوزينة حليت الغاز وهزيت فميجان ولحت جوج قنبولات ونقصت من الشرجم اللي كيشوف اللور. شعلت فميجان وبقيت واقف ورا الشجرة غير شفت موصل الشرجم وانا فرقعت الدار كلها. فرقعت وانا كنبكي حيت فيها شحال من حاجة مميزة. تم صونة التليفون ديالي. الو، لقيتها انا كتبكي وكتقول لي فهد كيديروا لي الضو وكيعذبوني، اتقني عافاك عافاك. شويه خطف لها شي واحد التليفون من يديها وقال لي اسمع راه قاصح، ولكن تحمل المسؤوليه ديال داكشي كامل اللي غادي يوقع الان. يلا بغى يقطع. قلت لي اسمع طلقوها، انا غادي نسلم راسي، ولكن اقسم بالله وتوقع لها شي حاجة حتى غادي نشرب من الدم ديالكم. قال لي ها دابا نبغيك، ديك الساعة نديرها من الأول ولا عزيز عليك تصاور. قلت ليها كلامي مفهوم وكنظن وصلك الميساج. ديك اللحظة تميت خارج وداري يدي فوق راسي وهز سلاح. أنا هي نقطة الضعف ديالي، ما عرفش شنو غادي يديروا ليا، ولكن ما همنيش، المهم هو ما ياديوش ليا مراتي. داروا بيا البوليس باغين يشدوني وخايفين. ملي تمكنوا مني تمو غادي بيا اتجاه الطوموبيل. الجيران والساكنه ما فهموا والو، طوال هاد المده كان حداهم السفاح وما كانوش عارفين. طلعوني للطوموبيل وتمو غادي بيا. بزاف ديال الطوموبيلات ديال البوليس كانوا ورانا تابعين، وخا نكون كنقطع الريوس. دخلوني لواحد المركز ديال الامن ديريكت لواحد الغرفه. من بعد دخلت الطبيبه ومعها جوج ديال الرجال، قربت من حدايا ويديها كيترعدوا بغات دوق ليا برا وخايفه. غير قربت من حدايا وانا نقول لها خ وهي تهرب. بقيت كنضحك. داك اللحظه تمو جايين دوك جوج عمالقه وشدوني ودقات ليا برا في يدي. من بعد ربع ساعة وليت كنشوف غير الضبابة. طحت كاو ملي فقط لقيت راسي ناعس في واحد الباياص وقدامي الباياصات بزاف. عرفت ديك اللحظة بلي هادو حتى هما بحالي، يمكن كاين عليهم شي مذكرة بحث. ديك اللحظة وقفات عليا بنت وقالت لي باش كتحس؟ قلت لها بالعيا. قالت لي سي نورمال، راه سيمانة وانت ناعس. ويلي اش كتخربقي عليا؟ بقينا في الباياس تقريبا 3 ايام
من بعد كل زوج داوم الغرفة بحال الزنزانة، خلونا عريانين شوية. جابوا لنا لكل واحد لبسة، ملي كنت كنلبس لقيتهم رقمونا وكاتبين سمياتنا في دراوعنا. أدخونا اللي كان معايا في هاد الغرفة غير معصب، غب بوحدو، ما بغيتش نشوف جيتو حتى أنا ما بغيتش، ما بقيتش قادر على المشاكل وما بغيتش نقتل شي واحد. السؤال اللي طرحته مع راسي هو اش بغاو عندنا؟ علاش داروا لينا هاد الحاله هادي؟ كنت داونا للحبس ديريكت سيمانه وحنا ناسين خوش فونا ديال بصح، وزيدونا اش داني انا لشي مافيا؟ كنت داوني للحبس الاعدام ولا هاد الشيء هذا؟ ديك اللحظه تكيت في البياص ديالي ولقيت باللي كاين واحد الندبه في الكرش ديالي، وما كانش عندي هاد الندبه هادي. عرفت ديك اللحظه بلي داروا فينا ما بغاو، ولكن فاش كيفكروا الله اعلم. بقيت متكي وكنفكر وكنشوف غير في السقف والو. هاد خونا اللي معايا دار لي الطياره، كيبان معصب بزاف. واحد اللحظه مشى جهه الباب وبدا كيغوت وباغي جوان وباغي نتكيف. تصدمت انايا وقفزت من بلاصتي وهبطت عندو. قلت لي انت مغربي؟ قال لي لا امريكاني. انت كتشوف كمارتي زرقاء وكتسولني؟ بقيت كنضحك ورجعت البياص ديالي. ما عرفت علاش ولكن عجبني الحال، عجبني الحال بزاف. اخيرا غادي ندوي بالدارجه. قال لي يا تقطعت والله. ديك اللحظه جات واحد الموظفه وقالت السفاح. درت شفتها وانا نزل عندها، قالت لي تفضل معايا. اللحظه اللي كنت خارج شدني داك خونا من يديا قال لي واش انت هو السفاح؟ شفت السميه في اللبسه ديالو وقلت ليها اه البهلوان. بقيت مبتسم وغادي مع اختنا. صدمت علاش ما دايرينش لينا سناسير ولا المينوط. وكانت ديك الموظفه هازه واحد لاباراي في يديها، بقيت كنشوف فيها. قلت لي مالك ياك ما بغيتي تجرب؟ قلت لها الصراحه اه. قلت لي ايوا خاصك دير. علاش؟ وانا نضربها بدماغ طاحت لي لاباراي من يديها. تم وقفوا لي جوج موظفين وما يوركوا على ديك لاباراي. ناري ندمت ندم شديد. بقيت غير كنتركل في الارض بحال شي حولي. وديك اللحظه تفكرت نهار كانوا دايرين لي الكولي ديال الضفع عنقي، ولكن الالم اللي كنحس به دابا كثار من ديك الكولي بحال مضوبل بسته ديال المرات. هاد الالم شديد بزاف، كنحس بداك الالم لداخل عندي لداخل. ملي حبس وقفت بزز وانا كنترعد، داوني لواحد البيرو وخلاوني فيه تمايا. بقيت غير كنترعد وكنقول مع راسي اش داروا لينا؟ اش داروا لنا الجسد ديالنا؟ ديك اللحظه دخل واحد خونا وقال لي ما تخافش شويه وغادي يفوتك الحال، ولكن كنصيحه مني حاول ما تعاودش تغامر، حيت ممكن تستحمل الاولى والثانيه، ولكن الثالثه غادي يسكت لك القلب، حيت ما غاديش يقدر يتمكن انه يقاوم اكثر من الزياده. الصراحه هادشي علاش جبتك باش نشرح لك هادشي هذا، ولكن خساره ضيعتي محاوله. والمشكل انت على حسب الملف اشرس واحد في القتل، ولكن ماشي اخطر واحد هنايا. كاينين من اخطر المجرمين في العالم، زعماء قاتلين متسلسلين ورؤساء مافيا. غدا غادي تكون عندكم المحكمه وغادي تحاكموا كاملين، والحكم ما غاديش يكون عادي. نتمنى المحكمه تراعي لكم شويه، وعلى الاقل يكون الحكم شويه خفيف باش حنا ما نضروكمش وما نعذبوكمش بزاف. ولكن الا كان الحكم هو الاعدام صدقني غادي يكون العقاب خايب بزاف. قلت ليه ما كيهمنيش، ممكن طالب؟ قال لي شنو؟ قلت ليه بغيت الحشيش وورق ديال النيبرو والكارو. الواحد خونا معايا في الزنزانة راه كيتعذب وانا اللي عارف بحق الادمان. قال لي هادشي ممنوع علينا، ولكن انت السفاح ماشي اي واحد، انت النجم ديالنا، ما نقدروش نرفضوا لك طلب. قلت ليه ممكن ندوي في التليفون؟ قال لي ممنوع عليكم منعا كليا انكم تواصلوا مع العالم الخارجي.
من اليوم هذه هي الحياة ديالكم، وانتم اللي بغيتوها هكا، وخاصكم تحملوا المسؤولية. كملت ورجعوني الغرفة. دخلت وقال لي البهلوان مالو مش بغاوك. قلت لي غادي تصدم، غادي تمشي وغادي تعرف كل شيء. شنو سميتك؟ قال لي أيوب المشرمل، هذا الاسم واللقب ديالي. قلت لي اسمع أيوب، يمكن داروا لنا شي حاجة لداخل ديالنا، كتخول ليهم أنهم يتحكموا فينا كيف ما بغاو. ملي كدير شي رد فعل خايب كيوركوا على واحد البطونة فواحد لاباراي، وكتحس بواحد الألم خايب بزاف لداخل ديالك، ألم اللي صعيب بزاف وما يمكنش تقاومه. قال لك تقدر تستحمل الأولى والثانية، ولكن الثالثة الله يرحمك، يعني إلا بغيتي تعيش واحد الفترة من حياتك هاني خاصك تجنب المشاكل. وبالنسبة للحشيش راه غادي يجيبوه ليك، راه طلبتهم ووافقوا، واخا ممنوع هادشي. عنقني وقال لي الله يحفظك، قلت ليه هاني احنا خوت. دوست هاد الليلة وكنفكر غير في آنا، بقات فيه ندمت علاش تقربت من النهار الأول. ما بغيتهاش تعيش هادشي هذا، ما بغيتهاش تحس بالألم. نعسنا هاد الليلة وفي الصباح فيقونا كاملين وتموا غادين بينا في الكيران، ودخلونا لواحد المحكمة خاصة. جلسنا وبقاو كيجبدو كل واحد وشنو دار. تصدمت بزاف غير من الرياض والمصائب الكبيرة اللي دار، وتصدمت كتر من اللي عرفت ولدو حتى هو هنايا. كانوا بزاف ديال المجرمين والقتالة وآكلي لحوم البشر. الزعلوك ديال المجرمين بقاو كيطلقو علينا، ملي حكم القاضي صدمنا كاملين، حكم علينا بالإعدام وقال لنا تستاهلوا كتر، تستاهلوا كتر من الإعدام. بقيت كنضحك أنايا. قال لي علاش كتضحك السفاح؟ قلت لي واش ملي غادي تعدمونا غادي تهنا الحياة من المشاكل؟ قال لي ما عرفتش، ولكن غادي تكونوا عبرة. قلت لي واخا مزيان، عندي طلب، بدأوا بي أنا الأول. قال لي الطلب ديالك مقبول، كل شي كيشوف فيه. خرجونا ورجعونا فين كنا، دخلنا لديك الغرفة وقينا الحشيش والقارو تحت المانطة ديالي. عطيته لأيوب، فتح لينا جوانات وجلسنا في الأرض. وقال لي تكيف؟ قلت لي أرى نتكيف، ميت ميت اللهم نموت مبوق. بقيت كنت كيف وبديت غير داوي. تذكرت حياتي ملي كنت باقي صغير، وملي كبرت وكيفاش كنت كنعيش. جاتني حياتي كلها كذبة، وكتاب علي نتحرم من أي حاجة بغيتها في حياتي. هذا هو القاسم المشترك بيني وبين أيوب، المعاناة. تبوقت مزيان، فوت كاع ونسيت هادشي كامل اللي وقع. قلت لي أيوب ملي نكون غادي باش يعدموني غادي تصيب لي جوان مفرقع. قال لي يكون هاني، غادي نصيب لك جعبوق الروح غادي تخرج قبل ما يعدموك. ناسنا كاو فوق الأرض. في الصباح جات الموظفة اللي فرقعت لانيفة، ما فهمات والو، لقاتنا ناسين في الأرض. قالت لينا نوضو تفضلوا معايا. نوضنا ومشينا معا، دخلتنا لواحد الغرفة وقالت لينا لبسوا هاد الحويج هادو. جاونا في شكال هاد الحويج هادو بحال ديال العسكر وفيهم الجلد، لبسناهم ولبسنا الصبابط. ومن بعد داونا لواحد القاعة كبيرة كبيرة بزاف، وكانوا فيها رجال كتار لابسين كومبليات وكيبانوا مسؤولين كبار في الدولة، وبين معهم شخصيات مهمة. تصدمت من اللي بان ليا ماتيوس رئيس مافيا قتال. اش كيدير هنايا؟ تما عرفت بلي القضية فيها إنا. نط وقلت ليه ماتيوس بلاصتك هنا معانا، كيفاش انت قتال مجرم واقف تمايا؟ ها ولا هادشي كامل دايرينو قوالب بيناتكم، تقتلونا حنايا وتبانو نتوما وارين في الصورة. كلاب، كلكم كلاب، كلشي ناض. وناضت البلبالة اللي فات الكرسي ديالو كيخدمو ليه لاباراي، جاو حتى لعندي الحراس وقالوا لي جلس السفاح، بقاو ليك جوج فراس ما تضيعهمش، واسمع اش غادي يقولوا لك.
وغادي نقول لك نصيحة أخوية، وفر ديك الطاقة ديالك، غادي تحتاجها. جلست وتكالما الدنيا، ماتيو سمح منيش، دو خوتنا في الله وقالوا لينا نتوما أصلا ميتين ميتين، داكشي علاش غادي نعطيو لواحد منكم فرصة أنه يعيش. غادي نديوكم كاملين لواحد الغابة وسط الأمازون، كونوا هانيين، ما تخافوش من الحيوانات المفترسة، وخافوا غير من بعضياتكم، حيت العدو ديالكم الأول هو نتوما. غادي تحطوا في أماكن متفرقة، ونزيدكم المساحة ديال الغابة كبيرة بزاف، ونتوما كل واحد بشخصيته، أغنياء العالم كلهم غادي يقمروا عليكم، والرابح الأكبر غادي يدي فلوس صحيحة، وغادي ياخد الحرية ديالو. رغم ذلك غادي يبقى مراقب، وكنظن هذا الشيء ماشي مشكل، من أجل الحماية فقط. هكذا غادي نكون عطيناكم فرصة أنكم تعيشوا. المساحة اللي غادي تكونوا فيها كبيرة بزاف، يعني غادي يكونوا حيوانات غير هما ما غاديش يكونوا كيشكلوا خطر عليكم. الماكلة والمنتو ما غادي تكلفوا، حيت ما غاديش يكون مصدر آخر، بقاو كيدوا بزاف من بعد ملي تفاهموا بداو كيتصوروا. عرفت ديك اللحظة باللي حنا لعبة وغادي يستمتعوا بها. واحد اللحظة مشاو لواحد البطونة كاملين وركوا عليها، والصف الأول كلهم غيبوا، شوية تبعهم الصف الثاني، شوية الثالث، وصلوا الصف ديالي أنايا. بقيت كنشوف فيهم وهما مستمتعين. واحد اللحظة غيبت ومشيت، ما شعرتش براسي حتى فقت. حليت عيني لقيت واحد خونا هاز حجرة كبيرة وجاي جيتي، خليته انا حتى اقرب حدايا وبغى يضرب لي على راسي. خويت عليه، نطو بالي خونا بحال شي مسطي، والريوق نازل لي من فمه وكيبان عملاق. شنق عليا وهو يلوحني للارض، ما هزيت عيني في الكاميرا، عرفتهم كيتفرجوا. هزيت لي مصبعي الوسطاني وبعت من خونا، ما بغيتش نقتلو، هربت وبقى تابعني. طلع لي الدم، هزيت واحد العود كبير وبقيت واقف عاطيه بالظهر. اللحظة اللي قرب ليا وبغى يقيسني وانا ندور، وضربته بكل جهدي للراس، طاح مغيب. واخا هكاك بقى حي، هبطت عندو وقراطيته بالجهد باش نخنقو. ساعة خونا ناض وقف على رجليه وهزني وانا فوق منه، وتم غادي بيا، ما حدو كيزيد ما حدي كنزيد نضغط عليه. واحد اللحظة الحركات ديالو بدات كتباطئ، من بعد طاح على ركابي هو يموت. بقى في الحال ديك اللحظة حيت عرفت بلي داكشي اللي بغاو هو اللي وقع، ولكن ما كانش عندي بديل، كان لابد انني نقتلو سينو غادي نموت. بقيت غير كندور، وبحال هاد المساحة كنت فيها غير انا وداك خونا. بقيت كنتمشى وكنقلب على شي حاجة نقصيها، شوية سمعت صوت المطايفة، مشيت كنجري لقيت ثلاثة مطاولين رياض وباغيين يديو لي شي حاجة ديالو. زيت جوج حجرات ومشيت كنجري، ضربتو من الأول على راسو، والتاني دار عندي، شافني بدا كيقول السفاح وهو يعلق. تالت كنشانق عليه رياض، ضربو بدماغ هرس ليه نيفو، بقى كيشوف فيا وقال لي أرى. قلت ليه شنو؟ قال لي تارى الحجرة، عطيتها لي هو يشق لي الآخر راسو. قتلو بدا كيقول لي كسحاب ليهم شرفت، باقي نطيحهم ونطيح قرانهم رياض وأجرك على الله. هذا بقيت كنشوف فيه وكنضحك، قلت لي والله ما كذبوا لي سماوك ميكروب. قلت ليه مالك معاهم؟ قال لي على قبل قنية بغاو يديوها ليا. قلت ليه صافي كتبت لي انا وياك. قال لي الشك دغيا خشيتي راسك. مشيت انا ورياض وطلعنا فوق واحد الحجرة عالية، سلخنا ديك القنية وحيدنا لها المصارن وفرشناها في الشمس فوق الحجر باش نشوف مزيان. رياض بان لي ماشي هو هذاك. قلت ليه مالك؟ قال لي فكرتيني في صاحبي بلانكو، كان ديما كيكون معايا، ديما واقف جنبي، واي مصيبه تنكون فيها
تيكون معايا. قلت لي علاش ما كاينش معاك؟ انا عارف بلي بلانكو تاهو كان كيدير المصائب وبلي حتى هو كاين عليها مذكره بحث دوليه. قال لي يا رياض ملي دارت الحمله ما كانش بلانكو ديك الساعه مشى سافر عند والديه. قال لي ما عرفش علاش ولكن عندي امل وغادي يجي باش يعتقني. قلت ليه لا مستحيل، حنا في الامازون جوا كل شيء مراقب هنايا، والى جا برا غادي يفترسوا الحيوانات المتوحشه قبل ما يوصل، يمكن خلاص هذه النهايه ديالنا. قال لي اسمع، يمكن الحياه عطاتك فرصه انك تجلس معايا وتناقش معايا. اسمع راه حتى حاجه ما مستحيله، حاول تعرف نقاط القوه فيك طبقها وكل واحد يطبق النقاط ديالو وغادي ننجحوا نحيدو من هنايا. انا عمر الاستسلام مدخل لقلبي وكنت ديما كنجح، يمكن كبرت ولكن مازال قادر ندير بزاف ديال الحوايج. كاين واحد لافونتاج هنا زوين، انت انا ولدي ادم وايوب المشرمل وولد هنية، حنا خمسة بينا مغاربة وخاصنا ننجحوا وخاصنا نحيدوا من هنايا. هزيت عيني في الكاميرا وقلت ليها ما خاصناش نبقاو ندويو نورمال هنا بالدارجة، يمكن دابا ما كيفهموا والو ولكن راه يقدروا يجيبوا مترجم. قال لي بصح، ها انت فهمتيني، هادي معلومة مهمة خاص نتلاقاو بالدراري دابا باش نحميو بعضياتنا وفي نفس الوقت نفكروا شنو غادي نديرو. قصينا ديك القنية بزز ما فيها حتى مذاق غير باش ما نبقاوش بالجوع، تحركنا وكنقلبوا على الدراري. من بعد ساعة ديال التقلاب لقيناهم كاملين، حسيت ديك الساعة بلي انا وسط خوتي. قلت لهم البلان وبدينا كندويو بطريقة غير مفهومة وكنوصلوا دي ميساج بريفي بيناتنا، وخا خوتنا في الله قالوا بلي واحد اللي غادي ينجا، ولكن هنا تكونوا جماعات بزاف. من بعد 3 ايام ولينا عايشين حرب اهلية، كاع الجماعات كيتضاربوا وحنا كنا كنبقاو غير كنتفرجوا. من بعد 10 ايام كنا غاديين كنتمشاو وكنقلبوا من ناكلو، واحد اللحظة لقينا واحد الجماعة قدامنا وجايين محمرين فينا، كلهم صابغين وجههم بالبيض وهزين الزراوط. بدينا كنهزوا في الحجر، يلا غادي نقصدهم وحنا نغيبو كاملين. طحنا كاملين، كان ولاد الحرام بحالا كيلعبو بينا، كيوقفونا وكيخدمونا وقت ما بغاو، وهادشي كامل بسبب داكشي اللي داري لينا لداخل. مهم من بعد مدة ديال الوقت فاقنا ولقينا حدانا صندوق كبير، وحتى دوك خوتنا اللي صابغين وجههم بالبيض كان حداهم صندوق. حلينا ديالنا ولقينا خمسة ديال البواطات كبار، كل واحد وديالو مكتوبة فيها سميتو. حليناهم لقيناهم دايرين لينا داكشي كامل اللي كيعجبنا، كل واحد وشنو دايرين ليه. ايوب حطوا لي الحشيش وتصويرة ديال مرتو، انا حطوا لي الفنيد الاحمر، وسط البواطات حطوا لينا بحال راديوات صغار فيهم تسجيلات، كل واحد سمع التسجيل ديالو. كلشي قلب بكا، خلاهم يسمعوا صوت ديال الناس كيموتوا عليهم، وقالوا لهم عافاكم جيو بالزربة راه كنتسناوكم. العذاب النفسي هذا هو القصد ديالهم. ورياض اكد الشك ديالي من اللي قال لهم وياكم يأثر فيكم هادشي، هذا راه بغاو يبينوا لكم باللي شنو كتعني الحياة برا، وبغاونا نتقلبوا على بعضياتنا على ودك الحياة. بقاو كيدويو، وبعدت انا وسمعت التسجيل ولقيتو ماتيوس كيضحك وقال لي كنتي باغي تسمع صوت مرتك. خسارة ماتت، اما كون عطيتك تسمعو، ولكن هي اللي قتلت راسها. والصراحة اي وحدة في بلاصتها كانت غادي دير نفس الشيء. او بنتي اغتصبوها خمسة ديال الناس ويتناوبوا عليها ليلة كاملة، كان سمع داك الشيء وكان بكي وكان ترعد شوية، حسيت بيد ورا كتفي وانا ندفعو. لقيتو رياض قال لي كيلعبوا لك على العاطفة، بغاو يخرجوا منك السفاح. قلت لي رياض السفاح صافي خرج، ياك بغاو السفاح ها هما غادي يلقاوه.
هزيت الفانيد ودرتو في جيبي. لحنا البواطات كاملين في الارض، وقال لنا الرياض خليو الراديوات، خداهم عندنا كاملين. الغد لي فقنا وكانوا كيدويو في الراديو، وقالوا لنا التحقوا كاملين في الساحه، واللي ما التحقش انتوما عارفين اش كيتسناه، سولوا غير السفاح يقول لكم. مشينا كاملين، وكانوا دوك خوتنا كلهم واقفين غير بالي ماتيوس ما شعرش براسي، حيت الليله اللي فاتت قاع ما نعس كاع، وبقيت كنفكر غير في انا. مشيت قاصد نيشان، قربت حداهم وهم يوركوا على لاباراي، حسيت بواحد الالم صعيب بزاف. بقيت كنتوجع في الارض. من بعد 5 ديال الدقائق وقفت وبقيت كنترعد. قالوا لي يا السفاح بقات لك مره واحده وغادي تموت. لما تسوقت لهم كاع بقيت كنخنزر في ماتيوس، وتميت قاصدو عاود ثاني. اللحظه اللي هزوا لاباراي باش يوركوا عليها، ماتيوس فيه الموت ديال الخلع. تم جاي عندي ادم ورياض وايوب واحمد ووقفوا، وقالوا ليهم حتى حنا بغينا نموتوا بلا باراي. بقيت كنبتسم وكنشوف في ماتيوس والناس كاملين اللي معاه. قلت لي خفت وياك، خفت ولا يفشل لكم هادشي كامل، والناس اللي مقمرين غادي تمشي لهم الفلوس. صحيحه حنا اللي كنتحكموا هنايا ماشي نتوما، ولكن غادي نقول لكم كلمه واحده، غادي تندموا على هادشي كامل. مشينا رجعنا لبلاصتنا، وقالوا لينا كيف ما كتشوفوا السفاح بقات ليه فرصه واحده، وهذا عقاب لاي واحد ما تبعش النظام، المصير ديالو غادي يكون بحاله. واللي بغى يعرف قوه الالم يجي دابا يجرب. المهم البارح غيبتو وفقتو ولقيتو واحد الصندوق، حنا متبعين اي واحد، داكشي علاش غادي تبقاو ديما تلقاو الصنادق، ولكن بشرط انكم تقتلوا اي واحد فيكم. قتل شي واحد غادي نغيبو كلشي، وغادي يفيق غير داك اللي قتل باش ياكل على خاطرو، وغادي يلقى صندوق فيه ماكله كتشهي، واكثر من هادشي كادو من عندنا، غادي يبقى سر. يلا باش ما تقولوش حنا ماشي كرامه معاكم. تحركنا في حالنا ملي كملوا الاجتماع، جا عندي المشرمل وقال لي دخلنا عليك بالله. باش حسيتي؟ قلت لي الم صعيب بزاف، وانا بالعاني مشيت باش نعرف شي حوايج تمايا. قال لي هو ثالثه شنو القصه ديالها ولاش مشيتي؟ باغي تشوف عزرين؟ قلت لي هذيك غير بغيت ندعقهم، حيت عارف ما يقدروش يقتلوني. قلت لي باقي شي جوان عندك؟ قال لي باقا واحد الطريفه صغيره شويه غادي نقسم معاك. قال لي المشكل هو غير كناكلو كان ما كنت كيف كاع، حيت مانع البريكة ولا اي حاجه كتشعل، يمكن خايفين يشعلوا العافيه في الغابه. قلت ليه ماشي مشكل، خديت ديك الطريفه من عنده ودرتها في جيبي. مشينا تجمعنا، ورياض بدا كيجبد دوك الراديوات وحنا واقفين نرقل الكاميرا، وكنتصرفوا عادي. جبد الباتريات كاملين ديالو ودارهم في جيبو. ديك اللحظه بدينا كنحسوا بالعصاب والشقيقه، وملي كنبعدوا على بعضياتنا ما كيبقاش هاد الالام هذا، غير كنقربو كيرجع. عرفنا ديك اللحظه باللي بغاو يفرقونا باي طريقه. ديك اللحظه قال لنا رياض غادي نتفرقوا الخوت، وكل واحد يدير خدمته، غادي نشطبوا المساحه كلها ديال الغابه هذه، ونعرفوا واش كاينه شي وسيله ديال الهروب. ما كيهمش، اللهم نموتوا بسبب الحيوانات ولا هنايا. المهم كونوا منتبهين وما غاديش نحتاج نوصيكم. ادم راك دزتي من اصعب اختبار، وايوب راك رونتي المانيا، واحمد ما نخافش عليك، وانت السفاح الا قلبتي لداخل ديالك وجبتي داك السفاح اللي كان دخل داك الكاباري ورونا اول مره بلا ما يشرب التفانيده، كنظن حتى واحد ما غادي يقد عليك. انا غادي نحاول نجمع شي مواد وندير شي قنبوله، انتوما عارفين الا ما سمعت تفرقيع ما كنرتاحش. المهم كانت هذه هي الخطه ديالنا، تفرقنا وكل واحد ولا كيقلب في جيه، وبقاو دوك الجماعات مجموعين. وصل الليل وتكيت،
فين ما كيوصل ليه ما كنقدرش نتحكم في المشاعر ديالي. فكرة تسمع باللي الانسان اللي كتبغي تغتاص بات وانت حرات منها، سمعت اخبار وانا كنحاول ما نبكيش، كنحاول ما نبكيش قدامه، ودابا مش عارفش بالدموع تبداو كينزلوا بالجهد. فقت في الصباح على صوت واحد خونا كيغني، ملي زيت عيني فيه لقيتو حاشاكم جالس وكيقضي الغرض ديالو. نطو تميت غادي عنده بشويه، خليتو حتى يكمل حيت عارف هاد اللحظه كتكون زوينه. في الصغر كنت كندخل الطواليت قبل ما كنخرج كاع، خونا مستمتع ولكن راه واحد الريحه ما نعاودش ليكم. بقيت حابس النفس، هزيت العصا ديالو وبقيت مدرك غاناض وهز سروالو بقى كيقلب على العصا. قلت ليه واش كتقلب على هادشي؟ شافني تصدم. قلت ليه علاش ما مسحتيش الموسخ؟ دابا غادي نعلمك الاداب العفريت. بديت كندوي معاه بحال شي معلمه وهو مخلوع. فكرني غا في ايامات التحضيري، واحد اللحظه خونا التحضيري هز حجره، كانت هذيك اخر حركه غادي يديرها المرحوم. تاش من المرحوم هذا ميكروب، هذا ضربت واحد ضربه الدم خرج لي من ودني. انا توعت في بلاصتو، طلعت فوق واحد الكوان وبقيت مراقب كنشوف اش غادي يوقع وشنو غادي يديروا في الجثه ديال خونا هذا. ما تحركتش، واحد اللحظه جات الطوموبيل وفيها الحراس كلهم هازين ديك لاباراي، هزوه تمو غادي به وكيضحكوا. نقز واحد وقال لهم النمور غادي يكونوا جيعانين، مع خونا غليظ هذا غادي يشبعوه. نزلت وتميت غادي كنجري تابعهم. واحد اللحظه بدا كيضرني راسي بالجهد وما حد كنقرب به، ما حدو كيزيد يضرني. عرفت باللي دايرين لينا حدود وما يمكنش نتجاوزوها. تم غيبت، ملي فقط لقيت صندوق ولكن ما كانش فيه الماكله، كانت كارطونه وفوق منها فيها ورقه مكتوب فيها هديه من ماتيوس. حليت الكارطونه لقيت طرف من الشعر والطوانق، عرفتهم باللي ديال انا. بقيت كنشم في داك الشعر وكنبكي بالجهد، مسحت دموعي ونط كملت البحث ديالي. كنجمع في معلومات كثيره وكنت مره كنتواصل مع رياض وكنقول ليه شنو كاين. في النهايه لقينا باللي ممكن في حاله واحده انك تخرج من هنايا، وهي انك تموت. كل نهار كيموت واحد والحلقه غدا وكضياق. بقيت غير غادي واحد اللحظه سمعت صوت شي واحد بحال سكران، مشيت بالزربه بالي المشرمل كيتلاوح وكيدوي مع شجره. جاتني الموت ديال الضحك والله. يلا بغيت نتحرك وانا نشوف جوج كيتبربصوا بيه، درت ليهم من اللور. يلا وصلوا حداها شافهم ويقول لهم ها حصلتوني. بدا كيدور وكيقلب على الزرواطه ديالو وانا راه هزيت عليه. جيت من ورا خوتنا في الله وشافني ايوب وقال لهم ابرك هدابرا غادي نضربكم بلا زرواطه بلا والو. بداو كيشوفوا في بعضياتهم وكيضحكوا. ديك اللحظه جمعت الاول بواحد الضربه حتى ضرب صاحبه براسو، طاحوا بجوج دقه واحده كاو. قال لي ايوب اوه الضربه المزدوجه. عطيتو الزرواطه وقلت ليها كمل عليهم. قال لي لا هذه الغنيمه ديالك. قلت ليه كمل عليهم ايوب، راني قتلت واحد وما عطاونيش الماكله، عندي حساب مع واحد خونا معاهم تما وغادي يبقى غير كيعنك شويه هنايا، مهم الا عطاوك الماكله خلي لي شويه. قال لي تفو المغاربه فيكم قاعده خايبه، ما كاين غير الشقير. تكيت حداه وقتل الاول والثاني وقال لي يا ربي صيفطوا لي طاكوس يلا غادي نضحك وحنا نغيبو. من بعد فقت ولقيت خونا كينقي في سنانو وكيغني اغاني ديال طش. غير حليت عيني بدا كيضرني راسي، قلت ليه فينا هو حقي؟ قال لي راه حداك. هزيت الكارطونه وبعت، طلعت لواحد الكوان هالي، جلست قفازي وبقيت كنستمتع بديك الماكله وقلت مع راسي ولا تخص غير الكيتشوب. ديك اللحظه بدا داك الشيء حمر كيطيح ليا فوق الخبز. هزيت عيني لقيت واحد خونا واقف والرمح مخشي لي في عنقو
وهز الزرواطة. شفت لتحت لقيتو آدم، غمزني وقال لي مد ليا. نط عند خونا اللي مات وجبدت الرمح ولحتو ليه وقلت لي الله يحفظك كيلي ميني. بقى غادي يضحك ناديك غادي نموت، هذا هو الديفو ديالي. وها كنشوف الماكلة كنسى راسي، ولكن آدم تبارك الله صدمني. مسافة بعيدة جبالي في عنقو عافية غير هاد السندويتش هذا، عمر كله دم تفو. تم غيبت بسبب خونا اللي مات والصندوق ديال آدم غادي ياخدو. من بعد ملي فقت تميت غادي كنقلب على راسي، عرفت بلي واخا نقتل ما غاديش يعطيوني الماكلة. بديت ديك الساعة كنقلب على حيوانات، وهاد اللحظة سمعت شي واحد جاي. تدركت ورا الشجرة وبقيت كنراقب، وهاد اللحظة يبان ليا أحمد جاي وجار معاه شي واحد. قربوا حتى لهدايا وقال ليا، قالوا ليا بلي ما كليتي والو وبلي بالعاني ما كعطيوكش، أنت جرب حظك مرة أخرى. قلت لي لا أحمد، من غير ما كيعطيونيش الماكلة كيلعبوا لي على المشاعر ديالي. قال لي بقى في بلاستك، انا غادي نخلي لك داكشي اللي غادي يعطيوني. قتل احمد خونا في الله وغيبت. ومن بعد ملي فقت لقيت احمد معصب، قال لي كلامك صح ما صيفطوش الماكله، دونك خوتنا كيسمعونا علاش كندويو، وداكشي اللي لداخل من الاحسن بلا ما تشوفوها سفاح. قلت لي شنو؟ قال لي ما غاديش نقول لك واخا تقتلني. دويت معاه بطريقة ديال الغوص وقلت ليها كل رياض باللي راه معاهم مترجم، حيت فهموني انا وياك علاش كندويو. تميت غادي وكنشوف في الصندوق، عندي فضول نشوف شنو لداخل، ولكن في نفس الوقت كنقول له ما بغيتش نتصدم. مشيت بعدت بغيت حاجة واحدة، فرصة نخرج من هنايا وغادي ندمهم كاملين كاع اللي اداوني. وصل لي وانا نتشكى، عيش غير بفيق غيب فيق غيب. بدا العدد كيقلال وما عرفت شنو غادي يكون رد الفعل ديالهم اللي غادي نبقاو حنا بخمسة. انا متاكد غادي يقتلونا كاملين، حيت مستحيل لا ناديو بعضياتنا. نعس ديك الليله وفقت في الصباح ومشيت وقفت فوق واحد الحافه وكنفكر شنو الحل. ما حسيتش براسي حتى قراطاني شي واحد من اللور وحاط عليا حجرة بحال الموس ماضية. بقيت كنقاوم وشاد لي يديه وكندفع عليه بصعوبة حتى بعدت لي يديه شوية. ضربته الدماغ بالقلقولة ديال راسي، زعزعت لي الضمير ديالو. ضغطت بالزربة وجيت وراه، شديت لي يديه بقوة باليمنية وجريت لي شعرو باليسرية وانا ندوز عليه. طاح من فوق الحافة وجرني معاه. لا والله بقيت شاد وكنقاوم باش نطلع، ولكن كان الحجر صغير كتير وكانت يدي كتزلق بالدم ديالو، والمسافة لتحت بعيدة بزاف. إلا طحت أكيد غادي نموت. بقيت كنقاوم المشكلة لا يلا قتلت واحد وغادي نغيب في أي لحظة، وإلا غيبت مشيت فيها. بقيت كنشوف في السماء وكنتمنى غير فرصة. الدموع بداو كينزلوا لي. اللحظة اللي شفت الدراري جايين كيجريو هنا نقول لهم عافاكم عتقوني يلا قربوا ليا، وهما يغيبوا كاملين. عرفت ديك اللحظة باللي فات الفوت، غيبت وما حسيت بوالو. من بعد مدة ديال الوقت فقت ولقيت راسي في طوموبيل وغادي وسط الغابة. غادة بيا وحدة يا خونا اللي ذبحتو. ملي شفت كرشي تخلعت، دم خارج منه وغصن كبير ديال الشجرة مخشي فيه. خوتنا في الله غادين بينا، كانوا ثلاثة بيناتهم، جوج القدام والثالث كان حدانا. كان حاط سلاح فوق مني. عرفت ديك اللحظة باللي كيعتبروني ميت ويمكن غادين بيا النمورة ياكلوني. وهاد اللحظة كان غادي يشوفوا بسرعة كبيرة ويفراني بالجهد دقة واحدة. خونا اللي كان جالس اللور ما عرفش كيفاش ولكن طاح. اللحظه اللي طاح اعتبروا النموره وليمه، تلاحوا عليه كاملين بداو كيقصيو فيه وهو كيغوت. واحد خونا بدا كيدوي في الراديو وقال لهم راه فلان جروه النموره
صافي لوحوا لهم الاخرين ورجعوا في حالكم. غير قطع معهم خونا تمو جايين عندنا، لقاوني هاز عليهم سلاح، قلت لهم غادي ديروا ها ولا ها، غادي تودعوا الحياه وانتم كتختاروا، سوا تموتوا بالقرطاس سوا ياكلكم النموره. اختيار صعيب ياك، كنت في بلاصتكم كنت اختاريت القرطاس. فرقات لهم راسهم بجوج، قاومت بصعوبه ونطت، خديت فردي صغير وموس ولحتو من النموره، وكان خاصني نعرف فين خازنين لينا ديك البياسه اللي كتخليهم يتحكموا فينا كيف بغاو. مشيت عند خونا اللي ذبحت، جبت الموس وحليت ليه الفواد ديالو، بديت كنقلب، كنخشي يدي وكنقلب، لقيت شي حاجه قاصحه ما بين المعده والقلب، بقيت كنجر فيها وانا لقى ديك البياسه. ديك اللحظه عرفت بلي ممكن داك الغصن اللي تخشى ليا في كرشي وقف المهام ديال البياسه، داكشي علاش غيبت وكان كيصحاب ليهم بلي انا ميت. عرفت ديك اللحظه بلي لازم نحيدها ونلوحها هنايا، باش الا جاو يديروا كونترول يلقاو جوج ديال البياسات ويعرفوا بلي انا رسميا مت. رويت الطرف ديال التوب ودرته في فمي باش ما نغوتش، شديت داك الغصن وحيدته، خشيت يدي وانا كنهج وكنبكي، وبديت كنتلمس حتى شديت ديك البياسه ولحتها. نزلت من الطوموبيل وكنحس بالام صعيب صعيب بزاف، وباللي الروح غادي تخرج مني. غير في الطوموبيل النموره طلعوا الخونه اللي ذبحت، بقيت غير غادي وكنتعكل. واحد اللحظه ما حسيتش براسي واستسلمت وطحت كاو، وقلت صافي الموت هذه. ديك اللحظه جمعوا لي الحيوانات المفترسه، ويمكن ريحه الدم كانت كتشهي. جبت الفانيد من جيبي وكليته في دقه، وكملت بديك الطريفه، تكيت على الشجره وبديت كنخلع في الحيوانات وهما كيهربوا مني، كانوا خايفين مني واخا باغين ياكلوني. عرفت ديك اللحظه بلي الانسان اخطر كائن على وجه الكره الارضيه. جاتني هستيريا، تبوقت، وقفت وليت كنجري عليهم، ونسيت بلي كرشي فيها حفره. اللحظه اللي شفت النموره جايين والله ما تخلعت، بقيت حتى انا غادي قاصدهم. واحد اللحظه هما يهربوا، بقيت كنضحك وكندوي مع راسي وكنقول هادي نعاود الدراري، والله ما يتيقوا. ملي درت لقيت خمسه ديال الرجال هازين سلاح ولابسين لبس ديال الصياده ومعاهم مره. عرفت ديك اللحظه بلي النموره خافوا منهم ماشي مني. يلا غادي ندوي معاهم وانا نغيب. ملي فقت لقيت راسي في واحد لاطونت وعريان، والضربه اللي في كرشي فيها بونسمو. تم دخلت ديك المراه وقالت لي ار يو اوكي، قلت لها يس. بقات طالقه عليا بلونكي، قلت لها كنعرف غير ديك يس فلونكلي كامله. بقات كضحك وتواصلت معها بالطاليانيه، قالت لي راك محظوظ بزاف، كان خاصك تكون متي، ماشي بسبب الضربه ولكن بسبب فقدان كميه كبيره من الدماء. ولحسن الحظ جون كان عنده نفس الدم ديالك وراه تبرع عليك به، والحمد لله انني عندي الماتريال كامل. نسيت معرفتكش على راسي، مع كاميليا طبيبة عسكرية، وحنا هنا في الأمازون كنديرو دورة استكشافية، ممكن تعاود لينا شنو وقع ليك بالضبط؟ قلت لها طحت من الحافة وجيت فوق واحد شجرة نيشان، والغصن ديالها تهرس وتخشى لي في كرشي، هادشي اللي كاين. ديك اللحظة دخل راجل وبقى كيدوي مع الطبيبة. ملي مشى سولتها اش بغا، قالت لي راه سولني واش لقيت شي بياسه في كرشك، وراني قلت لي لا. عرفت ديك اللحظه باللي خاصني نتحرك من هنايا ونعتق صحابي باي طريقه، ولازم نتحرك دابا حيت ما بقاش الوقت. الغد لي فقت في الصباح وحسيت باللي كاين الثقيل، نطت وخرجت من لاطونت بزز، كنت كنحس بالم كبير. مشيت للساك ديال الطبيبه وخديت منه الدواء اللي خاصني، قلبت على السلاح ديالي ولقيته في حوايجي،
لبسهم وتميت غادي في حالي. واحد اللحظة ونلقى الصفارة طايحة في الأرض وفيها الخيط ديالها. درت في عنقي وتميت غادي. بقيت كنشوف فيها ولقيت مكتوبة فيها أونتي أنيمالز. وخا ما فهمت شنو مكتوب، قلت مع راسي ممكن تكون كتمكنك أنك تدافع على نفسك من الحيوانات المفترسة. تميت غادي مع الواد، واحد اللحظة بان ليا الكرياج وعرفت بلي أنا فين شادين. الخطة ديالي كانت هي نبعد بزاف باش نشوف فين كاين المقر اللي كيتحكموا فيه من بعيد. بعدت بزاف وطلعت فوق واحد الجبل بصعوبة. ملي وصلت القمة وهي تبان لي الغابة كلها ودار بها الكرياج. قدام الغابة كاين واحد الجبل، وداك الجبل فيه واحد الدار كبيرة، وتحت منها كاين واحد الغرفة صغيرة. تم انا تحركت وبعدت مسافة طويلة باش ندور ليها من اللور. تميت غادي غادي، ضربت مسافة طويلة وما كنش كنعس باش نستغل الوقت ديالي. وصلت ليها وكان طاح الظلام، غير قربت وبان ليا لتحت كاينين الخدامة كيصايبو الصنادق وطوموبيلات اللي كيهزو فيهم الموتى. بقيت كنراقب من بعيد. تميت غادي كنقرب وطليت بان ليا واحد خونا جالس في ديك الغرفة الصغيرة اللي لتحت ومكلف بمراقبة الكاميرات. من حسن الحظ هاد المراقب داير واحد الماسك بروتيج في وجهه، ويمكن عنده شي كسر في الانف ديالو ولا شي حاجه. تم طاحت لي في بالي انني انتحل الصفه ديالو، وبقيت كنتسنى من بعيد حتى ينعسو كاملين. الخدامه كلهم اللي كانوا كيصيبوا الصنادق مشاو، وخونا بقى في ديك الغرفه وبينه هو اللي مكلف بالمراقبه. خليته حتى ناس وبديت كنتقرب شويه من الباب. وصلت الباب وقيته مسدود، فرصت عليها وهو يتحل. يلا غادي ندخل وما يبانوا لي الاشعه الحمراء ديال الكاميرا، وعرفت بلي المكان مراقب. سديته بشويه وخونا فاق، ولكن ما الدم جاب ورجع ناس. هزيت حجره صغيره وضربت بها الباب. المره الاولى والثانيه والثالثه خونا عاد فاق وخرج كيشوف شنو كاين. حل الباب وخرج وكيتفوه. ديك اللحظه اللي كان كيتفوه استغليتها، حيت عارف بلي الحركه هادي كلنا كنسدو فيها عينينا. غير حل عينيه قراطيته بالجهد، واخا ضراتني الضربه في كرشي قام ما تسوقت كاع، بقيت مقراطيه حتى مات. عريتو لبس حويجو، جريتو لبعيد، تميت جرب شويه ولحتو، وتميت راجع بحالا ما على بالي والو. غير قررت من ديك الغرفه ويبان لي واحد خونا كيبول بقى كيدوي معايا. هزيت غا يدي وتميت غادي في حالي. مشيت لديك الغرفه، دخلت وجلست وبقيت كنشوف الكاميرا وبقيت كنقلب على الدراري. وخا الليل كان كيبان كلشي مزيان، لقيت رياض احمد ولد هنية، وبقى لي غير مشرمل. عييت ما قلب عليه ما لقيتوش. بلا ما نشعر الدموع بداو كينزلوا، قلت صافي مات. واحد اللحظه بان ليا مجبد ومدلي من واحد الشجره طرزان وما دارش. فرحت بزاف حيت عرفت بلي ما وقع ليهم والو، ودابا خاص نستغل الفرصه. في الصباح كنت قادر نشوفهم بالوضوح. بقيت متبع رياض حتى بان ليا بلي قتل واحد خونا. من بعد ربع ساعه دخل عندي واحد، حضرت راسي وقال لي راه السجين 305 راه قتل واحد ومازال ما غيبتيش الجماعه. هنا عرفت راسي تزيرت. اش من بطونه بقيت كنتفتف. تم جاتني فكره ندير راسي موعد. كياح ضراتني يدي بزاف. اجي وراك نتايا، قرب وراك على البطونه. وقال لي راه ماشي غير يدك اللي ضراتك، كنظن حتى صوتك. قلت لي راه بحيت ضربني البرد. بقيت مراقب ومن اللي غيب خوتنا في الله، ومن اللي غيب حتى رياض. قال لي شنو غادي نديروا ليه في الصندوق، راه بقاو دابا غير 15 واحد. قلت لي سير انت انا تابعك. مشيت وحطوا ليه الماكله، خديت ورقه وكتبت ليه رياض
أنا السفاح، وجد القنبلة، قريب غادي نخرجوا من هنايا. وصل الميساج للدراري كاملين، سدينا الكارتونة وداوها وقال لي داك الحارس طلع لبلاصتك وراقب. طلعت وبقيت متبع خوتنا في الله اللي كانوا غاديين بالصندوق للرياض، ويرسلوا حداهم ويحطوه ليه. فيقتو ديك الساعة فاق وحل الكارتونة، جبد رياض الماكلة وقام تسوق الورقة، وملي شاف جوج ورقات حس بشي حاجة ماشي هاديك. ولكن رياض ذكي، دار ما على بالو والو، حلها وسط الكارتونة وبدا كيقراها، سمح في الماكلة وتم غادي وهو فرحان. الكسوة ديال خونا اللي قتلتو هاد المراقب كان فيها واحد الموس، كنت ديما حاطو حدايا، بقيت مخشي انا في ديك الغرفة و شوية تم داخل عندي الحارس، وبديت كنقلقل فيه. واللي عرفت من كلامه باللي هذه هي نقطة التحكم في كل شيء، وبلا ما يشعر قال لي احسن معلومة باللي غدا غادي يكون اجتماع مع الصباح، قولها لهم. وخا صوتك كيبان بحال الدب فيقو جيو للاجتماع. قلت ليه شي نهار غادي تقشني بالضحك. ديك اللحظة خونا بقى ساكت وانا ميكروب عليه، شاد الموس بيديه قال لي شنو سميت الحراس اللي كلاوهم النمورة. قلت لي ما عرفتش، شحال قدني نعرف؟ قال لي اه متافق معاك، شحال قدك تعرف البراني؟ ولكن خوك هادي شوية صعيبة. قلت لي انا كنعرف سمية خوتي اللي كاني في الغابة، رياض، ادم، احمد وايوب. هزيت الكاسكيت ودرت عنده، قلت لي انا السفاح، يلا بغي يغوت. خشيت لي الموس في عنقو وضمقته هنايا في واحد القنيته، كل دقيقه كنوض نمسح الدم. قاع ما نعسد الليله هادي، بقيت متوتر وكنتسنى غير امتى يجي الصباح. ملي صباح الصباح جا الوقت اللي غادي ندوي فيه وما عرفش الوقت اللي غادي نقول لهم هذيك اللحظه. هو كان قال لي الصباح ولكن ما قالش لي الوقت بالضبط. بقيت كنقول ناري على مصيبه، شنو غادي ندير. ديك اللحظه سمعت صونيت ديال التليفون، وهاد الصونيت كان قريب ليا. ديك اللحظه عرفت باللي هذا التليفون ديال خونا في الله اللي قتلته هنايا. نط عنده بقيت كنبقش ليه في جيوبه، وانا جبت التليفون قلت الو. قالوا لي الاجتماع راه تاجل، غادي يكون مع الخمسة ديال العشيه، وهذا راه اخر اجتماع، من بعد المسؤولين غادي يمشيو في حالهم. قلت لي اوكي وقطعت. شويه عاود صونا وقال لي مايكل مالك؟ قلت لي والو، غقرصاتني نحلف فمي وليت بحال انجلينا جولي. ما بقيتش قاعد نضحك. بدا كيضحك وقطعت عليه. واحد اللحظه بان لي رياض ناعس، غيبت كلشي ونزلت بالزربه في مغامره مني، يا تصدق يا لا، ومن الاحسن انها تصدق. مشيت نيشان عند رياض، قربت حدا وقلت ليه رياض دوي معايا. وبقى ناعس، القنبله فين درتيها؟ غادي نحتاجها. قال لي ما يمكنش سفاح، ما يمكنش. قلت ليه قصه طويله بزاف، قولي دابا. قال لي اسمع، الشجره اللي فوق مني راه تما. هزيت راسي ويا تبان لي كارطونه زرقاء، طلعت بصعوبه وجبدتها وتميت غادي. ديك الساعه قال لي رياض ولك راه كاين مشكل. قلت لي شنو؟ قال لي هاد القنبله خاصها تضرب بالقرطاس عاد كتفرقع. قلت لي غير تسمعوا الانفجار، كل واحد فيكم يشد شخصيه. تميت غادي بالزربه، غير دخلت لقيت واحد الحارس كيشوف في ليكرون، حيت كنت طافي الكاميرات. غير شافني تصدم، نوت اللي مغيبين وقلت ليه اسمع، بغيتي تبقى حي هادشي خليه بيني وبينك، بغيتي تموت غادي تموت. بقى كيتفتف وقال لي لا كون هاني تم غادي. وانا نوض قراطيتو وضربت لي راسو مع الحيط، حزمت لي يدي ورجلي وسديت لي فمه وخليته. بقيت كنحسب في الدقائق والثواني
باش دغيا يدوز الوقت. دويت عاود تاني وقلت لهم على الاجتماع مع الخمسة. وصلت لوقيته وتمو نازلين شخصيات البارزة، دازوا من حدايا. بقيت كنشوف ماتيوس وكنتحلف عليه. دخلوا الغابة ومشوا نيشا للساحة وبقاو كيدويو وقالوا لهم غادي نعطيكم يومين، واحد فيكم اللي غادي يعيش، ولو لقيتو كتر من واحد غادي نديرو لكم القرعة. دوا ماتيوس وقال لهم خسارة السفاح ما كاينش معاكم. ديك اللحظة دويت انا وجاوبتو في مكبر الصوت وقلت ليها شكون قال لك ما كاينش انا؟ انا ديما كاين في افكارك، واكبر دليل جبتيني دابا وانا في نظرك ميت. ديما كنت كنقول لك غادي تندم، ما كنتيش كتصدقني، ودابا تحمل المسؤوليه. رجعونا حنا لعبه، دابا حنا اللي غادي نرجعوكم لعبه. درت القنبله وخرجت داك البروش اللي كتفتو، ضربت القنبله بالقرطاس وهي تفرقع، سمعت بوم مسخوطه درياض عفريت. هذا تميت نازل وكنا نتكي في عباد الله. غير وصلت وشافوني خوتنا في الله بحال شافوا عزرين. قلت لهم الدراري ما تخافوا من والو، دابا حنا اللي كنتحكموا. تميت غادي عند ماتيوس ديريكت، جريته من شعره، بدا كيبكي، وخديت زرواطه وبديت كنضرب كنضرب بكل قوه. برد فيه الغديد ديالي، طلعناهم كاملين لديك الدار الفوقانيه اللي كانوا كيشيخوا فيها وكيستمتعوا فينا وحنا كنموتوا وكنعانيوا. السجناء كلهم هزوا السلاح، اغلب الحراس هربوا. خديت التليفون ديال واحد المسؤول وشحمته بلي ما غادي ندير ليه والو، اعترف ليا بكلشي بلي هذه غير خطه ولعبه اتفقوا على الاغنياء اللي في العالم كامل. اكيد وانا كنسجل فيه فيديو، اعترف بكلشي وجبد لي كاع الوثائق. لقينا ثروه ديال الفلوس هنايا في هاد الدار، اتضح لينا بلي ديما كيديروها من العام لعام. وهاد العام هذا قالوا اجيو نطلعوا النيفو شويه ونجيبوا ناس اللي مجرمين، وفعلا صدقات حيت دخلت فلوس كثيره بزاف. صورنا العاقه صحيحه بزاف. وملي تفكرت انا شديت ماتيوس وبقيت كندخل ليه كندخل ليه، وقال لي بارك عليا راه غير كذبنا عليك، مرتك راها بخير موقع ليها والو. خديت من عنده التليفون وعيطت ليها، غير سمعت الو ديالها طحت على ركابيه، قطعت عليها ليكونوا مراقبين الخط ديالها. قال لي رياض شنو غادي نديرو معاهم؟ قلت لي الطريق اللي غادي نخرجوا منها بعيده بزاف وكلها شبعانه حيوانات مفترسه نموره بزاف، والحل الوحيد باش يخليوك النموره تدوز هي تعطيهم ياكلوا تماما بحال المشاش ديال الدرب. غير وانسى فكره تقول لهم تصب ترى راسهم قداش. نقص ايوب وجري حدا ودنيا وقال لي هل قمت بتجربته؟ كلشي بقى كيتفرقع بالضحك، وخوتنا في الله دوك المسؤولين غير كيشوفوا فينا وما فاهمين والو. نقص ايوب وقال لينا ماتيوس عنده واحد المؤخره كبيره بزاف غادي يتقهموا هاد النموره هادو. بقينا كنضحكوا، اخيرا اخيرا رجعت الضحكه، اخيرا رجعت الابتسامه ورجع الامل. كنا فقدناه واحد اللحظه، ولكن عمرني نسى كلام ديال الرياض باللي عمر الاستسلام ما خاصو يدخل القلب. جمعنا العاقة كلها وقسمنا احنا كاملين حتى الحباسة اللي كانوا معانا وكانوا في واحد الوقت بغين يقتلونا، حتى ما عطيناهم حقهم. هزينا الطوموبيلات واتمينا غادين غادين، وكنغنيو وكنحسو بالانتصار. ممكن كانت صدفة انني نطيح، ويمكن القدر بغانا نعيشو حيت كانت عندنا إرادة قوية وكنا متشبتين بالحياة. تمينا غادي واحد اللحظة وقفوا لنا النمورة
وبدينا كنلوحو في المسؤولين واحد بواحد. كنلوحوهم وكنستمتعو بداك الغوات ديالهم. كملناهم كاملين وبقى غير ماتيوس اللي كنت مجلس وحدايا. دويت ديك اللحظة مع أحمد وقلت ليها: أحمد، شنو كان في الكارتونة؟ ما خليتنيش نشوفه. قال لي: كان صبع ديال بنت. ديك اللحظة سولت ماتيوس ديامل داك الصبع ما بغاش يدوي. قلت لي: واخ. واحد اللحظة ما يضربوا بينا الحراس كاملين اللي هربوا في الأول وقالوا لينا: ما بغينا منكم والو، عطيونا غير الفلوس. بغيت ننزل أنا وقالوا لي: بقى تما بلاصتك السفاح. ديك اللحظة ماتيوس بدا كيدوي معاهم. قال لهم: أنا ماتيوس عتقوني، عافاكم راه قتلوني. قالوا ليه: حنا ما كتهمناش انت ماتيوس، راه دوينا، حنا باغي الفلوس. ديك اللحظة بدينا كنسمعوا صوت ديال الرشاش القرطاس والصداع، كنا تحدرنا. من بعد ولا الثقيل، ملي هزينا راسنا لقيناه بلانكو. بقينا كنموتو بالضحك. نزل رياض ومشى كيجري عند بلانكو وبقى كيتعانق هو وياه. قال لينا: سمحوا لي تعطلت عليكم، ولكن راه الادغال صعيبه بزاف. لقينا بلانكو وفر لينا 3 ديال الهليكوبتر، ركبنا فيهم ومشينا ديريكت للمطار. شدينا طياره خاصه ديريكت لايطاليا. غير وصلنا ليها شديت الطوموبيل انايا، عطاني رياض واحد العنوان وقال لي: سرق دي فيه المهمه ديالك. مشيت نيشان العنوان، حطيت ماتوس في كرسي وخديت التليفون، عيطت لانا جاوبتني وبقيت ساكت. من بعد قلت لها: الو انا. في الاول بقات ساكته ما فهمت والو. قلت لها: انا فهد، راني مازال حي. بقات ساكته شويه، سمعتها كتنخصص. قلت لها: انا رجعت، ما تخافي من والو، ولكن غادي نوعدك باللي عمرني نجبد المشاكل، وخاصك تعرفي شنو وقع بالضبط، راه هما اللي جاو داوني. انا عارف شنو داز عليك، عارف شنو داز عليك، داكشي علاش عيطت لك دابا. قلت لها: ما تقولي والو، قولي لي واش حيدو لك صبعك. بدات كتبكي ديك اللحظة بالجهد، وعرفت باللي فعلا حيدو الأصبع. قطعت معاه، تميت قاصد ماتيوس. شافني وبدا كيبكي بالجهد. سديت ليه فمه، خديت واحد الجنوي وبديت كنقرد فيه، كنقرد فيه هو حي. ما وقفت حتى قردتو كامل. كنت ديك الساعة أنا هو السفاح. درتو في خنشة وتميت غادي بيه. من بعد درتو في كارتونة وصيفتو للفيلا ديالو في إسبانيا. مشيت نيشان أنا عند رياض، بقيت معاه تقريبا شي 3 أيام وأنا كندوي مع أنا. عاد رطابت ودابا كنتسنى أجي لإيطاليا. مشيت للمطار ونهز معايا الورد كتير، وكان معايا بلانكو، رياض، أحمد، أيوب، وحتى آدم. حاولت من بكيش، حاولت ملي نشوفه من بكيش، سيغتو ملي نشوف صباعها طاير. غير شافتني جات كتجري مسكينة عندي، كتجري بالزربة. بقينا غير كنتعانقو. التجربة خلات الحب ديالنا يزيد كتار وكتار، ونعرفو قيمة بعضياتنا. مشينا نيشان للفيلا ديال رياض، كان دايرنا واحد الحفل كبير. بقينا كندويو في بزاف ديال المواضيع، وبقينا كنعاودو على هادشي كامل اللي وقع. رياض قال انا بلي خاصك تكوني فخورة بفهد، خاصك تكوني فخورة به، حيت بالنسبة لي انا سبع وماشي فهد. خاصك تكوني فخورة به، حيت هو السبب اللي مخلينا دابا مجموعين وكنضحكو وما تحرمناش من العائلات ديالنا. الفلوس اللي خديت كانت ثروة كبيرة، شريت فيلا كبيرة في سويسرا، ومشيت لها انا
أنا، وبقيت مرة كنمشي عند رياض وكنتلاقى معاهم، ومرة كنطلع لألمانيا عند أيوب أيوب المشرمل اللي صراحة كان كيضحكني بزاف، وكان كينسيني في المشاكل اللي كنا كنعيشو في ديك الغابة. الحمد لله الحياة ديالنا تقادات، ودابا عندي الباور هو الفلوس، بالفلوس ممكن ندير أي حاجة. كان معاكم فهد سفاح. كانت هذه نهاية القصة ديالنا، الموسم الثالث من سفاح. إلا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة ديال سفيان ستوريز، خلي اشتراك، ولا تفرجي في هذه القصة هذه، خلي تعليق وقول فيه الرأي ديالك. إذا كانت عندك فكرة ديال شي قصة ولا كاتب شي قصة، تواصل معايا في الانستغرام، وما تنساوش باللي ديما سفيان ستوريز.